فتح. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية. دكتور أيمن، بعد التحية أسألك، في هذا التوقيت الذي تمر به القضية الفلسطينية بشكل عام بتحدي وجودي، نجد مثل هذه الممارسات التي يرى البعض أنها تعمق من الانقسام داخل الشارع الفلسطيني، كيف ترى هذا الأمر؟ وقت كل السادة المشاهدين، صراحة دكتور أيمن، يعني أتمنى لو تتحرك قليلا لأنه يعني الصوت ليس واضحا بالشكل الكافي. أعتقد بشكل أو بآخر أن قيام يعني الأجهزة الأمنية الفلسطينية اليوم باعتقال شبان فلسطينيين مجرد أن يعبر عن وجهة نظر شيء محزن ومعيب للسلطة الفلسطينية ومعيب على تاريخنا الفلسطيني، حيث أننا ناضلنا من أجل أن ينعم الجميع بحرية، لا أن تكبح الحريات وأن يتم اعتقال كل من يعبر عن حرية الرأي. هذا اليوم هو يوم محزن بالتأكيد على شعبنا الفلسطيني، في اللحظة التي تفاءلنا بها أنه في 3 سبتمبر تجتمع الفصائل وتحدث عن بناء أمل للشعب الفلسطيني، تخرج عنا اليوم الأجهزة الأمنية التي فشلت في كل شيء وتعبر فقط عن فشلها باعتقال كل من يعبر عن رأيه. للأسف الشديد هناك طغيان من السلطة التنفيذية على كل السلطات، لم تعد هناك سلطة تشريعية بعد أن أعلن أبو مازن عن حل المجلس التشريعي، والقضاء للأسف مسيس، يقوم أبو مازن بطعن والأجهزة الأمنية بطعن على كل قراراته. في الدكتور فراس الحلبي اعتقل منذ أسبوعين، وبعد أن تم قرار من المحكمة بالإفراج عنه منعت الأجهزة الأمنية الإفراج عنه ولا زال في رهن الاعتقال. لذلك نعتقد أن هناك طغيان من السلطة على كل شيء، وبيان التيار الإصلاح هو دق نقص الخطر إن لم يستفيق الحكام في رام الله، فإن الفجر قادم، أن الشباب الفلسطيني لن يصمت على كل هذه الإجراءات القمعية، وبالتأكيد سيتغير هذا الواقع، وهذا الواقع لن يستمر طويلا، والاعتقال السياسي بكل أشكاله مرفوض، وحرية الرأي هي مضمونة بالدستور الفلسطيني. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أيمن الرقبة القيادي بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس على هذه التوضيحات.